وتحية مسائية عامرة بالمحبة أيها الأحبة، وصلنا بكم إلى المحطة الأخيرة من أمسية الليلة من برنامجكم من عمان، والحديث عن مشروع الرواية العمانية الذي يبحث في إجابة أسئلة متنوعة تتعلق بواقع الرواية العمانية وبيان الصورة الحقيقية لها وأدوارها وإسهاماتها في الرواية العربية على مدى حقبات زمنية مختلفة. هذه التفاصيل برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا برئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشرقية الدكتور علي بن حمد الفارسي. مساكم الله بالخير دكتور. مساكم الله بالأنوار. نبدأ الحديث نتحدث عن واقع الرواية العمانية، خاصة وأنها تحصلت على جوائز عربية وعالمية في الآونة الأخيرة، ونذكر هنا إنجاز الكاتبة والروائية العمانية يوخا الحارثية في جائزة البوكر العالمية عام 2019. أولا أستاذة أشكركم على الاستضافة الكريمة حقيقة في برنامج من عمان، واجب، وأهني الشعب العماني بمناسبة العيد 51 المجيد. وحقيقة عالم الرواية في الوطن العربي وفي العالم وحتى في سلطنة عمان عالم واسع، وأصبحت الرواية الآن يمكن في الدراسات الأدبية عند العرب هي ديوان العرب. سابقا كان الشعر هو ديوان العرب، الآن الرواية، لذلك ظهرت كتب بعنوان عصر الرواية. أستاذ، هذا يقودنا إلى شيء، أن الرواية العمانية أكيد لها أثر وتأثير في الأعمال الإبداعية سواء في السلطنة أو في الوطن العربي. تماما. هذه الممارسات الإبداعية التي بدأت منذ وقت ليس بالقصير حقيقة، يمكن من عام 1939 إلى الآن، توجت بإنجاز أدبي كبير على مستوى العالم، حتى يعني جائزة البوكر الدكتورة يوخا الحارثية. هذه الجائزة انعكست إيجابا على الأعمال الأدبية العمانية، حيث انتقلت هذا الفن، فن الرواية، من منطقة الظل إلى منطقة الضوء. فيعني أشياء فتحت عيون القراء العرب على الرواية العمانية، على الإنتاج العماني. بالضبط. نعم. بالضبط. يعني اليوم هل نحتاج دكتور إلى هذا الفوز حتى يكون هناك ضوء للرواية العمانية، أم أنه مثل هذه الموسوعات اليوم ووجودها ستصدر الرواية العمانية على المستوى العربي أيضا؟ نعم أستاذ بيان، حقيقة الجائزة التي فيها منافسة كبيرة لابد. يعني الرواية المصرية بدأت منذ زمن طويل حتى قبل الرواية العمانية، ولكن متى عرف الناس لا سيما في العالم الرواية المصرية؟ منذ فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. فالجوائز الكبيرة على مستوى العالم تسلط الضوء على هذه الأعمال الفنية. فنحن الحمد لله من خلال فوز الدكتورة يوخا، ومن خلال نرجو كذلك فوز روائيين آخرين بهذه الجوائز، وأيضا بالإضافة إلى كتابة أعمال نقدية وعلمية مثل الموسوعة الأدبية، هذه موسوعة الرواية العمانية، سيروج للرواية العمانية، وبالتالي يروج للإبداع العماني عند الشعوب العربية. وربما أو بدأت بعض الترجمات نقل هذا الإبداع إلى العالم. نعم. طيب دكتور، لو نعرف المشاهد الكريم أيضا بهذه الموسوعة، ماذا تبحث، أبوابها، مداخلها، إلى آخره من تفاصيل؟ نعم أستاذ، حقيقة الرواية العمانية يعني كثيرة، روايات كثيرة وجهود مختلفة في كتابتها، وتبادرت إلى أذهان الأساتذة من خلال النقاش وكذا بقسم اللغة العربية، مثل الدكتور محمد سيد أحمد متولي، الدكتور جمال حراسي، والدكتور يوسف. تناقشنا في هذا الموضوع حول هل بالإمكان يعني كتابة مشروع يخدم الرواية العمانية، وفعلا استقرت الفكرة على تأليف موسوعة الرواية العمانية، بيبلوجرافيا ومداخل نقدية. فكرة البيبلوجرافيا أستاذة يعني
أن نبني مسردا للروايات العمانية، وكذلك مسردا آخر للروائيين العمانيين، ومسردا ثالثا للدراسات النقدية التي درست الرواية العمانية، بالإضافة إلى مقدمة إضافية نقدية تتناول اتجاهات الرواية العمانية، تتناول تقنيات السرد في الرواية العمانية، تتناول تعدد الأصوات في الرواية العمانية. نعم، المدة الزمنية للانتهاء من هذه الموسوعة دكتور تقريبا كم؟ نحن أملنا نفسنا في خلال سنتين إن شاء الله ننتهي من هذا المشروع. ممتاز. نعم. وأعضاء الفريق البحثي؟ هو أساتذة قسم اللغة العربية، بالإضافة أيضا سيلتحق بنا بعض الأساتذة كذلك من القسم، بالإضافة إلى طلاب. وفكرة مشاركة الطلاب في هذه الأعمال فكرة جيدة، لأنها تنمي عند الطالب روح البحث، فهو الآن في البكالوريوس في مرحلة البكالوريوس يبدأ يدخل في مشاريع ضخمة مثل مشروع موسوعة الرواية العمانية، وإن شاء الله مع قادم الأيام يكون باحثا مجدا ويخدم بلده. جميل. طيب أين ترون دكتور أهمية إقامة مثل هذه المشاريع البحثية؟ قيمة هذه المشاريع أولا تتمثل في إيجاد مصدر علمي كلاسيكي، كلاسيكي بمعنى مرجعي تقوم عليه دراسات علمية، ولا سيما في الجامعات دراسات علمية في الماجستير في الدكتوراه، أبحاث علمية محكمة. ثاني شيء أستاذة، هذه الموسوعات هي التي تعرف بالأعمال الأدبية في عمان عند الشعوب العربية، أو حتى إذا ترجمت التعريف العلمي المراد. يعني لا تكفي بعض المقالات العابرة في الصحف أو في الجرائد أو الخطابات الإنشائية للتعريف بإبداعاتنا. نعم، لابد أن تكون هناك مصادر، هناك استقراء حقيقي وتبنى على أساس علمي ومنهجي منضبط. وهذه موسوعة يعني ستصدر في يعني في مجلدات يعني إن شاء الله، أو في مجلد ضخم. جميل. لو نتحدث أيضا عن إسهام الرواية العمانية في العالم العربي بشكل عام، كيف تجده أو انتشاره الانتشار؟ نعم، حقيقة أستاذة، يعني قبل فوز رواية سيدات القمر بجائزة البوكر، ممكن أزعم أن كانت في منطقة الظل الرواية العمانية، لكن الآن هذه الرواية فتحت أعين العرب. نعم، على ولفت الأنظار. نعم، وسلطت الضوء على الإبداع العماني. نعم، بانتظار إن شاء الله الموسوعة الخاصة بالرواية العمانية. كل التوفيق لكم أيضا، وفكرة رائدة في هذا المجال دكتور علي بن حمد الفارسي، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشرقية. شكرا جزيلا. حياكم الله. الله يحييك. والشكر دائما موصول لكم أيها الأحبة، أنتم دائما جوهر هذه المتابعات من خلال متابعتكم الطيبة لأماسي برنامجكم من عمان. نلقاكم غدا في حلقة نهاية الأسبوع، وكل التحايا منا إليكم ومن مخرجنا إبراهيم الزجالي. إلى اللقاء.